يا من لعرضي هتك فقدت شرعيتك من ربع قرن كئيب لعنتها طلعتك. أموالنا لك حل فاملأ بها جعبتك خلف الحراسة دوما مستعرضا قوتك. تبدي مظاهر عز تخفي بها ذلتك. واحد النقطة أخرى، نقطة خامسة لابد لابد للإشارة إليها، وهي رسالة إلى أي سائح أجنبي تيجي لعندنا المغرب في رحلات سياحية، يجي يتمتع بالمناظر المغرب وبطبيعة المغرب. ورسالة إلى كل مغربي ومغربية اللي تسافروا داخل المغرب وتضطروا أنهم ينعسوا في الوطيلات، رسالة بأن هذا الفيديو الذي يفضح فيه غلمان القصور معارضهم السياسيين تبين بالصوت والصورة، تقول بأن هذا الفيديو هذا تصور في وطيل في إموزار. فرسالة إلى كل من ينوي، إلى كل سائح عربي أو أجنبي ينوي زيارة المغرب، فليكن على بينة من أمره بأن الوطيلات ديال المغرب، فنادق المغرب مراقبة بعيون غلمان القصور. فاللي بغى ناس معمرتو واللي بغى يقضي حوائجه في إطار السياحة الجنسية يكون على بينة من ذلك. يمكن لهم يستعملوا الشواطئ، يمكن لهم يستعملوا الخلق، ولكن ماشي الوطيلات. هذه رسالة واضحة إلى أي سائح أجنبي ويدخل المغرب، وأي سائح مغربي يضطر بشكل أو بآخر أنه ينعس في الفندق مع مرته أو مع غير مرته، فيدير بحسابه بأن غلمان ديال القصور يصورون غرف النوم في فنادق المغرب. هذه رسالة كانت واضحة من دوك جوج الفيديوهات، وشكرا. أذكر بواحد المسألة هي قبل ما ننسى، الأمير اللي جوج ولد عم الملك محمد السادس، وكان خرج واحد الصحفي ودار واحد الرسم كاريكاتيري ديال واحد الشخص مع امرأة والعمارية. فولد عم الملك اعتبر هذا الفن هذا اعتبره يعني قذف، واعتبره مسألة تسيء إلى العائلة الملكية، ودعاه وربحوا في المحكمة طبعا، لأن الرئيس المجلس الأعلى للقضاء هو ولد عمه والملك محمد السادس، فربح القضية طبعا وحكموا بالسجن على الصحافي من بعد جه عفو ملكي. علاش ذكرت بهذه المسألة؟ عي باش نشير إلى أن رشيد العلوي ابن الحسن الثاني والأخ ديال محمد السادس عنده فلوس وعنده السلطة، فما نبغيش غدا بعد غدا نسمع بأن راه ما عندوش فلوس باش يشد محامي باش يدعيني باش يكذب هذاك الشيء اللي تنقول. فإلى هذا الشيء اللي تنقول، إلى ما كانش هو العشيق ديال هذيك السعودية اللي بانت في الفيديو، إلا ما كانش عاشق فمن حقه أنه يدعيني، ومن حقي أنا أنا نتقابل معاه، ومن الضرورة عليا أنني نتقابل معاه في المحكمة، وديك الساعة اللي عنده شي حاجة يجبدها، هذيك الساعة اللي عنده شي حاجة يبدا يطاول يحط فوق الطابلة. أنا أؤكد بأن المرأة اللي بانت في الفيديوهات اللي استعملوهم الغلمان ديال القصور في هذه الحرب هي عشيقة رشيد العلوي. إلا بغى ينكر هذا الشيء محاكم قدامنا، السكوت عن هذا الأمر من طرف رشيد العلوي هو اعتراف ضمني بعشقه لعشيقته السعدية اللي بانت في الفيديوهات اللي استعملوها الغلمان لمحاربة المعارضين السياسيين في المغرب. كاين واحد المسألة أخيرة
نحبش نشير لها بعجاله. هي المساله ديال هاد الغلمان هادو اللي حطوا لنا بعض التصاور ديال نادية ياسين، رمز من الرموز ديال المعارضه في المغرب. اولا تصاور كاع اللي تحطوا تصاور واحد الانسان في اماكن عامه، ولكن التصاور ديال من؟ شكون هي هاد الانسان نادية ياسين؟ هي واحد الجده عند الاحفاد ديالها محجبه، معروف عليها التقوى والورع، ما يقدرش شي واحد يشكك في هذه المساله. يكفي ان الواحد يكتب نادية ياسين بالفرنسيه، نادية ياسين يكتبها في جوجل، غتخرج له 1,060,000 ملف تيخص نادية ياسين. قلبوا في هذيك نادية ياسين، في هذيك 1,060,000 شحال من ملف غيلقاو فيه اللي تيمس الشرف ولا العرض ديال نادية ياسين؟ صفر. طبعا باستثناء الملفات ديال الغلمان اللي يعدون على رؤوس الاصابع. الا درتي نادية ياسين بالعربيه خلاص جربوا باش يخرج لكم الرقم، لا خرج لكمش ارقام اخرى من غير اللي تنقول هذيك الساعه. هذه جده عند الاحفاد ديالها، ويحاول الغلمان انهم يشوهوا الصوره ديالها ويبينوها في مكان عام، مكان عام. إنسانة معروف عليها أنها مناضلة سياسية من نساء الفكري والمعرفتي، ومرأة أكاديمية حتى في الرحلات ديالها خارج المغرب أو حتى داخل المغرب، رحلات ديال إنسانة مناضلة سياسية، رحلاتها كلها عندها علاقة بالسياسة والفكر والمعرفة، ورحلاتها أكاديمية محضة. هنا لابد أن أشير إلى نقطة غاية في الخطورة، أنا شخصيا تنعتبرها كمغربي تنعتبرها غاية في الخطورة. مدام الملك أمير المؤمنين قال في هذا الخطاب الأخر: أودي الملك شخص لا تنتهك حرمته. أنا متفق. يا أمير المؤمنين، زوجتك المبرجة متبرجة، ماجي شي واحد يقول لي دير الإخوان، دير الحجاب اللي هو فرض الله سبحانه وتعالى في القرآن، ما دايرش الحجاب. عندك شي واحد يدير الحجاب ويجي يقول ليها هي مرت الملك؟ مرت الملك اللي تنعرف انا هي سلمى بناني، اللي كان شي واحدة اخرى في الخفاء الله اعلم. انا اللي معروفة دابا في الصورة هي سلمى بناني زوجة امير المؤمنين، ما دايرش الحجاب، باقا صغيرة في العمر وفاتنة وجميلة جدا. هاد زوجة الملك تسافر خارج المغرب دائما بدون محرم. يا أمير المؤمنين، كيف تطلب منا ألا ننتهك حرمتك وزوجتك الفاتنة والجميلة والشابة تسافر دون محرم؟ هل يعقل أن زوجة أمير المؤمنين المتبرجة الجميلة تسافر خارج الوطن دون محرم؟ وغلمان القصور يسألوننا عن شرعية سفر جدة عندها أحفاد وأحفاد، شرعية الجدة ذات الأحفاد، هل يمكنها أن تسافر خارج الوطن بدون محرم؟ أنا أتعجب كأي مواطن. هاد الجدة ذات الأحفاد اللي عند الأحفاد ديالو كتسافر خارج الوطن، تتسافر في سفريات عندها طابع أكاديمي. انا ما عارفش السفريات اللي كتسافرهم هاد الشابه هادي شنو الطابع عندهم. في الوقت اللي كانوا بنادم تيموت في ليبيا، تيموت في سوريا، تيموت في الاردن، تيموت في اليمن، مات عندنا حنا في المغرب وتفرشيخنا عندنا في المغرب، فداك الوقت كامل اللي خصنا حداد كتنوض هاد الشابه هادي سلمى بناني، تمشي لنا في واحد العرس للانجليز. انا شخصيا كمغربي ما كنتش عارفه فين كتبات مع من كتبات، والله اعلم. تنتمنى باش ان تكون عندهم الكاميرات تاهما في الانجليز، نخاف عليه يخرجوا لنا الكاميرات ديال الانجليز شي مره بشي حاجه اللي تقد تمس بعرض الملك. وهذه مساله مطروحه وتقالت في مجموعه ديال المنتديات، وتقالت في مجموعه ديال الصفحات على الفيسبوك، بان ربما غدا ولا بعد غدا نقدروا نشوفوا شي فيديوهات التي تسيء
ماشي الى امير المؤمنين، ستسيء الى المغاربه والمسلمين في جميع بقاع العالم، بحكم ان امير المؤمنين ديالهم غتخرج شي حاجه كتخص الزوجه ديالو المتبرجه الشابه الجميله الفاتنه. هنايا راه دابا انت نتكلم، وهنا راه هي دابا في ميريكان، ما عرفناش شكون اللي جمعها، ما جمعها تا محرم اللي تنعرف انا شخصيا، وتعرف المغاربه بان كاين ما جمعها تا محرم. جات بوحده فين بايته دابا؟ فين باتت البارح؟ وفين باتت والبارح؟ ومع من باتت؟ وشنو باتت كدير؟ الله اعلم. شابه جميله فاتنه متبرجه طويله جميله القد، تتسارى بوحده في العالم بلا محرم، بدون محرم. فلا يعقل يا من يدعون الاسلام، هنا رسالة واضحة للناس اللي تيتكلموا باسم الاسلام وتيقول لك نحن ندافع عن الاسلام، وكيفاش نادي ياسين تسافر بدون محرم؟ انسان انا ما تنفهمش في الشرع، ولكن اللي عارف انا بان طبيبة مثلا ولا استاذة جامعية ولا محامية اللي كانت عندها قضية في سويسرا ما غاديش معها راجلها وولادها. محامية مغربية عندها قضية في سويسرا غتركب في الطيارة وتزيد. شرعا ما تعرفش الشرع شنو هو، ولكن اللي تنعرف ان لا غادا في شي حاجة في التخصص ديالها. اوكي، هاد نادية ياسين تتسافر في اطار الاختصاصات ديالها، ولكن سلمى بناني مرت امير المؤمنين شنو من اختصاصات عندها؟ مرت الملك، مرت امير المؤمنين، ومن بعد انا اللي كيعجبني هو فاش تنشوف مرت رجب اردوغان دايره حجاب تنبقى نقول يا سبحان الله، دولة علمانية، رئيس الوزراء ديالها دار مرت دايره الحجاب. حنا دولة اسلامية ماشي دولة علمانية، دولة اسلامية حنا، واعلى سلطة عندنا هي امير المؤمنين. مرت امير المؤمنين انا دايره الحجاب، باش كل المسلمين ديال بصح، واش التركيين ولا حنا؟ ما عرفتش. شكرا. ختاما غادي نبغي نقول واحد الكلام اللي خاصني نقوله ضروري. شاعت اشاعات ونحن لا نصدق الاشاعات، شاعت اشاعات بان هشام المنظري اللي توفى في نواحي مالاغا في واحد باركين ديال الطوموبيلات برصاصة في الرأس ديالو اغتيلة، هذه هشام المنظري يشاع في الأوساط ديال الجميع على أنه كان في علاقة عشق مع سلمى بناني الزوجة الحالية لأمير المؤمنين. نحن كمغاربة لا نصدق هذه الإشاعات بأي وجه من الأوجه، ما كنصدقوش الإشاعات إطلاقا، ولكن عدم تصديقنا للإشاعات خاص واحد الدفعة من أمير المؤمنين ما يبقاش يخلي مرتو تسافر خارج الوطن بدون محرم. نصيحة من إنسان ما تعرف ما تنعرفش حقيقة في الموقف الشرعي وشي، أمير المؤمنين غيعرف الموقف الشرعي أحسن مني أنا. هادشي ما كان للحديث بقية، ولا بد اننا نرجع للموضوع. وشكرا. واحد طلب، اي واحد يتفرج في هذا الفيديو الى اتفقتي او لما اتفقتيش مع المحتوى ديال هذا الفيديو، حاول تفرضيه لكاع عباد الله اللي عندك في الليسته ديال لي زيميل ديالك، وتحطيه في الجروبات، وتحطيه في الفيسبوك ديالك، و لتعم الفائدة باش يتسمع هذا الرأي. اللي تخاف انه الحيوط غادي يسمعوه ولا صيفط الفيديو ديالي لشي حد ولا فورورده ولا حطه في شي جروب راه غادي نديوه تماره باش يجلسوا على القراي، هذاك تنقول له بلا ما عي سيبريمي هذا الفيديو ديالي، ما تبقاش تفرج في الفيديوهات ديالي كاع اطلاقا. الناس اللي ما تخافوش من الحيوط وما تخافوش من اساطير الاولين اي فورورديو اي بارطاجيو الفيديو ديالي والفيديوهات ديالي على اوسع نطاق. شكرا والى اللقاء.